على حياة الوالد الله يغفر له ويرحمه. آمين اللهم. كان تونا شاري لنا مزرعة حول شقرة ما شاء الله المنطقة هذيك. الله الله. وانت خابر الأولين الشيبان الأولين يحبون النزالة. لا أيوه. نزل في محل يبي نزاله يحط. أيه. الله الله. هذا شغلنا من أول. الله الله. لكن ننزل ما تنزل في محل إلا تحط نزالة. فالله يغفر له ويرحمه قال بنحط نزالة. المزرعة. النزالة بس شيء فهموا مشاهدين. أيه؟ هي عزيمة تقام الله الله بمناسبة سكن البيت. الله الله. يا سلام. الله الله. هي هذه سكن مزرعة. يا سلام. يا سلام. على ما قال. المهم يا طويل العمر قال تروح لأهل جيراننا أهل الحريز. ايه الحريض في الوشم. الله الله. قال تروح لهم يوم الجمعه وتصلي معهم وعقب الصلاه تعزم الجماعه كلهم اللي في المسجد ضروري. يا سلام. قلت والله ابشر باللي يسعدك. كفو. اي والله ويستاهل ابوي يحب على ما قال يحب جمعه الجيران ولهم حق وحنا تونا على ما قال ويقول انت عرف عليهم ومنها على ما قال نكرم وسلوم على ما قال اهل الكرم. الله 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 يا رب الله الله يغفر لهم ويرحمهم. امين امين. فمن ضمن اللي ذا قال عزم زميلي عبد الرحمن الوهيبي ابو عبد الله هذا مربي فاضل ماشي. عبد الرحمن الوهيبي وكان رفيق الوالد خاص يعني في سواليف دائم سبحان الله العظيم يجيب طاريه ماشي. اللي قام يسولف عنه ويحبه ويحب على ما قال شجاع وكريم ويصبر عنده الصبر مطالبات وراعي يعني مطالبات وراعي حقه ما يروح يطالب عن حقه. الله الله. عمر رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني والمؤمن كيس فطن تجتمع فيه انه رجال ذهين ولا هو بيضيع حقه ولا ياخذ حق احد وكريم وجامع خصال مميزه جدا ولا لا؟ نعم نعم نعم. فرحت لاهل الحريز وصليت معهم الجمعه ويوم سلم الامام واقوم قلت يا اهل الحريز مساكم الله بالخير انا فلان ابن فلان والوالد يسلم عليكم يقرأكم السلام في الرياض ويعزمكم في المزرعه الله يحييكم جميعا. والله ما قصروا قال انتم ضيوف وتعزمون قلت ابشروا باللي تبون مره كفو. بس على ما قال حنا عندنا مناسبه والله يحييكم ما قصروا الجماعه جو. قال ابوي ابيك تكتب قصيده في عبد الرحمن ابو عبد الله الوهيبي وابيك ترتجي لها ارتجال. قلت ابشر والله. اي والله الله يغفر له ويرحمه. فكتبت القصيده هذه من ضمن ابياتها ما هي بالقصيده ما هي هي النصيحه لكني قلت في عبد الرحمن الوهيب الله يغفر له قبل نقلط الغداء قلت يا ابو عبد الله قال نعم قلت ولا يهونون الحاضرين كلهم انا عندي قصيده فيك بطلب ها الشيخ اللي قاعد. يا سلام الوالد. الله الله. ودي انك تسمعها وقد طبعتها في مؤسسه الملك فيصل الخيريه على شكل مطويات زي مويه الذهب. يا سلام. الله الله. مرتب من الامور اي مرتبها لي والله ابن عمي الله يغفر له ويرحمه ما قصر. انا عارفك زين تبي شيء مكمل المرتب. الله الله الله. فطبعوا لي تقريبا حول 50 مطويه. ما شاء الله. وجبتها لهم وقلت بسمعكم القصيده. قال سمعنا. قلت هلا باللي سواليفه لها مدلول. يا سلام. هلا به عد ما هلت هماليله هماليل يذكر من وراها سيول يغطي عشبها الاخضر غراميله وينادي زاهر الوسمي على الغرمول من اخزام النشت في ما وطى سيله وعسى سيل تحدر باول الهملول يسيل وادي الخرفان ونخيله. يا سلام. ويسقي روضة فيها مقر فحول مقر للوهابة هم رجاجيله من اولهم التايميهم يعم القول من اولهم التاليهم يعم القول وخص الذكر من صارت منازيله. ابو عبد الله اللي راجح عقله بعشر عقول هني اللي يوكل طير حوران يداعي له به الحجه قويه في ضراب القول ابوه معلمه يده المداهيله وغير القول طيب بينهم منقول وعلما في كتاب الرب تفصيله وللحاسدين مناطح الرب وللحاسدين مناطح ربه بحور ربه والمعادي ما يباري له أصيل صامد صلب قوي أصول رفيع شرف التاريخ تسجيله مقره جا شمالا عن مشاش السهول ومدهال لهم تشهد جماميله. ف
فناجيل الويبي تروي المعلول ومدال لهم تشج مايله عسى زود الرخاف في دارهم مفلول وفوق ديارهم ترعد مخايله فخرهم من فخرنا والردى منخول مثل نخل الشوايب من محاصيله لأهل في ذراهم يمسي المذلول إلى جاهم دخيل من يعاديله غداهم من شقاهم في زروع بعول وما هم من لزد دارت محاحيله وعشاهم من عذوق النخل معسول من أنواع التمر تملى مراحيله عسى زود الرخاء في دارهم مفلول وفوق ديارهم ترعد مخايله وصلوا عد ما رش المطر هملول على سيد البشر واخر مراسيله ترى طويله بس انا اختصرتها انا ابي القصيده تبي النصيحه ابي النصيحه اي طيب قال لي وش قال لك قال لي يا عبد الوهاب مزرعتك هذه ما فيها نخل نواجد احنا عند كان عندنا رشاش نزرع عيش قال الله عطاك 300 فرخ خضري ما شاء الله الله يغفر له ويرحمه ما شاء الله اي والله قلت مقبوله يا ابو عبد الله وموفره انت ما ترد لكن حنا مشروعنا ما هم مشروعنا يا سلام الله الله فقال لي عقب ما راحوا الضيوف قعدنا حنا وابوي قال ابوي يا عبد الوهاب قلت نعم قال بحضور ابو عبد الله ترى القصيد انواع في قصيدني يبقى وانا ابوك يا سلام اي قصيدني يفنى وقصيدني يفنى القصيد اللي يبقى بيك تركز عليه يا سلام وتحرص عليه واللي يستفيدون منه العالم والمسلمين الاخروي والحكمه الله الله يا سلام فقلت قصيده بس عقب ما توفى الله يغفر له ويرحمه عقب ما توفي ابوي قلت هالنصيحه هذه لكن هي بطلب من النصيحه من الوالد من الوالد ومن ابو عبد الله من ابو عبد الله كلهم توفى الله يغفر لهم ويرحمهم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين امين 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 الله يغفر لهم فقلت هالنصيحه هذه